أهلا بكم إلى جولة إخبارية مفصلة من سكاي نيوز عربية، نبدأها بالعنوان. للمزيد حول كل هذه التطورات الميدانية من موسكو تنضم إلينا مراسلتنا أريج محمد. أريج، ضعينا في صورة تقدمات القوات الروسية على الجبهات الشرقية كوبيانسك ودونيتسك، وماذا أيضا في تفاصيل تصريحات وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو؟ كشفت مصادر أن بريطانيا تحضر لإرسال صفقة طائرات من دون طيار انتحارية لأوكرانيا، وذكر موقع ذا ديفنس بوست المتخصص أن لندن اعتمدت تقنية ثلاثية الأبعاد في تصميم تلك المسيرات. كشفت أزمة أوكرانيا الحالية عن أوجه قصور كبيرة في تسليح الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين. أشار خبراء عسكريون إلى أن القدرات العسكرية للدول الغربية غير جاهزة لمواجهة محتملة مع الصين وروسيا. يجري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في بولندا محادثات في إطار الجهود لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، وسيغادر بعدها إلى كييف حيث يلتقي خلالها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لبحث الاستمرار في تطبيق الاتفاق الذي ينتهي في 18 من الشهر الجاري. الآن ننتقل إلى الملف النووي الإيراني. فقد تعهدت الولايات المتحدة وإسرائيل بالعمل على منع إيران من امتلاك سلاح نووي في ختام اجتماعات بين الجانبين في واشنطن. يتزامن ذلك مع إعلان مصادر دبلوماسية أن اجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع لن يصدر قرارا ضد طهران، وذلك بعد زيارة مدير الوكالة رافائيل غروسي إلى إيران. نددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بالهجمات الصاروخية الإيرانية عبر الحدود العراقية قائلة إنها غير مقبولة. للمزيد ينضم إلينا من بغداد مراسلنا. مستمرون معكم في التاسعة وفيها أيضا بعد قليل. نفى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دجلو وجود أي خلاف بين الجيش وقوات الدعم السريع. للمزيد ينضم إلينا من الخرطوم مراسل. كيف فسر هذا الخطاب وما هي القراءات الداخلية؟ إلى من يشير حمتي؟ أما التسابيح طبعا هذه، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، قال إن الاتحاد وشركائه في المنظمات الوطنية سيتوجهون بالمبادرة التي يتم إعدادها الآن إلى رئيس الجمهورية. أكد الطبوبي في افتتاح اجتماع للمكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل، أكد أن الاتحاد يتعرض لما سماه هجمة من السلطة، وأنه في ذات الوقت متمسك بالحوار وينبذ العنف. إلى فرنسا وملف الاحتجاجات العمالية التي تجتاح البلاد. فقد أغلقت النقابات العمالية في فرنسا مستودعات الوقود تزامنا مع احتجاجات على رفع سن التقاعد، وتشهد مدن فرنسية عدة مظاهرات. للمزيد من باريس تنضم إلينا مراسلتنا عزة غريبة. عزة، ضعينا في صورة هذا اليوم التظاهري، إضرابات النقابات، كيف سارت هذه الساعات؟ في أي المدن تركزت الاحتجاجات كذلك، وماذا على أجندة المتظاهرين القادمة؟ قدمت وزيرة الداخلية البريطانية مشروع قانون جديد قالت إن من شأنه أن يوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر القناة الإنجليزية انطلاقا من الأراضي الفرنسية. لاقى مشروع القانون انتقادات من المعارضة وجمعيات معنية بحقوق اللاجئين. الآن تتابعون أخبار الرياضة بعد قليل مع لبنى منصور. وصلنا إلى ختام جولة التاسعة الإخبارية، على رأس الساعة تتابعون برنامج غرفة الأخبار مع مهند الخطيب. إلى اللقاء. شكرا لك مهند. إذن تعتزم الحكومة الإسرائيلية الحالية التي يسيطر عليها التوجه اليميني التوسع في الاستيطان ومنح الشرعية للبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية. أقامت إسرائيل منذ احتلالها للضفة والقدس الشرقية عشرات المستوطنات التي قطعت أوصال الأراضي الفلسطينية. أحدث الإحصائيات الفلسطينية حتى نهاية العام 2021 تشير إلى
أن عدد المستوطنين بلغ نحو 720,000، من بين هؤلاء يعيش نحو 327,000 مستوطن في القدس الشرقية التي يتمسك بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية. بحسب المركز الفلسطيني للمعلومات، أقامت إسرائيل أكثر من 150 مستوطنة في أرجاء الضفة منذ احتلالها عام 1967. العدد الأكبر من المستوطنات يوجد في محافظتي القدس الشرقية ورام الله بواقع 26 مستوطنة لكل منهما، فضلا عن المستوطنات المعروفة والكبيرة. تنتشر عشرات البؤر الاستيطانية التي أقيمت من دون ترخيص حتى من الحكومة الإسرائيلية. أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها تعتزم إطفاء الشرعية على بعض المستوطنات العشوائية المقامة منذ سنوات، خاصة تلك المقامة في الخليل، جنوب الضفة ونابلس في شمالها وغور الأردن. تشكل المستوطنات الإسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية أحد أخطر الممارسات التي تعرقل أي تحرك جدي نحو تسوية سلمية قائمة على حل الدولتين. فهل تحول دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، كما أنها مصدر دائم للتوتر والاحتكاك بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كذلك؟ كان هذا كل شيء. أعود إليك مهند وبقية ملفات غرفة الأخبار إليك. تبرز فجوة الوظائف أكبر في البلدان منخفضة الدخل، حيث لا يجد حوالي ربع النساء وظائف، في حين أن هذه النسبة لدى الرجال لا تتعدى 17%. يؤثر التمييز الصريح وشبكة معقدة من العوامل على خيارات فرص العمل المتاحة للنساء، في مقدمتها المسؤوليات الشخصية والعائلية والعمل المنزلي من دون أجر. لوحظ أن هذه النشاطات غالبا ما تمنع النساء ليس فقط من العمل، بل كذلك من السعي الحثيث إلى إيجاد وظيفة أو تجعلهن غير متاحات للعمل في غضون مهلة قصيرة. أما فيما يتعلق بالدخل، فتحصل النساء على أجور أقل من الرجال بغض النظر عن أدوارهم أو وظائفهم وكفاءتهم. فمقابلة كل دولار يكسبه الرجل تحصل المرأة في المتوسط على 51 سنتا حول العالم. تفيد تقارير دولية أن سد هذه الفجوة يحتاج إلى أكثر من 200 عام. هذا التفاوت اللافت في المداخيل ناتج عن التمييز في الوظائف التي تعمل بها النساء، حيث يوجدن أكثر في المهن ذات الأجور المنخفضة كالصحة والتعليم مثلا، وذلك مقارنة بعمل الرجال في المهن ذات الدخل المرتفع كالمهن الاقتصادية وإدارة المؤسسات المالية والمناصب العليا. لنقاش كل ذلك من نيويورك تنضم إلينا رئيسة قسم المساواة بين الجنسين في الإسكوا سيدة سلمى النمس. أهلا بك معنا سيدة سلمى في هذه الساعة على سكاي نيوز عربية. وغدا يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي، وربما هذه التقارير هي قاتمة جدا. لنسأل اليوم، خلال العقدين الأخيرين، ماذا حققت النساء وماذا أيضا تحقق لهن العربية على الأقل؟ هل توجد أدوات لتحقيق التوازن بين الجنسين، ولو أننا اليوم يقال في عالم أصبح فيه الرجال يطالبون بحقوقهم أكثر من النساء أو هكذا يقول؟ يعني حقيقة الارتقاء التنافسي بين الرجال هناك والنساء. نحن النساء في المنطقة العربية، هل هذا يعني أن النساء في بقية دول العالم حققنا هدف المساواة الوظيفية؟ لا، كما قلت لك هذا كل شيء. أعود إليك مهند.